بداية نشكر لكم إتاحة الفرصة لنا بالتواجد في منتدى مستقبل عقار كراعي مشارك، والذي نعتبره من الأحداث المهمة التي تجمع المهتمين في القطاع العقاري تحت مظلة واحدة، سواء من مشرعين أو مستثمرين أو مزودي الخدمات. ومشاركتنا في المنتدى تأتي من التوعية بأهمية دور المقيم العقاري في المنظومة العقارية، بالإضافة إلى التعرف على آخر مستجدات وتطورات القطاع العقاري. اليوم وفي المملكة العربية السعودية يعتبر التقييم العقاري مهنة احترافية وركيزة أساسية في منظومة القطاع العقاري، ويعود الفضل في ذلك إلى الجهود التي بذلتها حكومتنا في حوكمة السوق وتنظيمه عبر إنشاء الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. والحقيقة أن هذا التنظيم جعل من المملكة مثالاً يحتذى به في الدول المجاورة في مجال التقييم العقاري، كما أنه أضاف الكثير من الضوابط والالتزامات التي مكنت الممارسين من تعزيز الثقة والشفافية والمصداقية في التقييم لدى المستفيدين. وبالحديث عن المستفيدين، نعتقد أن الحاجة لمقيم معتمد أصبحت ضرورية لكل الجهات، سواء حكومية أو خاصة أو حتى الأفراد. في Value Expert ومنذ تأسيس الشركة استطعنا أن نحقق قصة نجاح وبناء نموذج يحتذى به بين شركات التقييم السعودية. اليوم نخدم المستفيدين وعملائنا في جميع مناطق ومدن المملكة العربية السعودية، ومؤخراً توسعت الشركة بافتتاح أول فرع لها خارج السعودية، وذلك في سلطنة عمان. اليوم ولله الحمد شركة Value Expert تخدم أكثر من 350 عميل من جهات حكومية وتمويلية وشركات خاصة، كما أننا نعمل على رفع جودة تقديم الخدمة المقدمة لعملائنا. وكما أود الإشارة إلى حصول شركة Value Expert على أعلى تصنيف الذي يصدر من وكالة سما للتصنيف الائتماني، والذي يصنف الشركات من حيث الحوكمة والجودة وحجم عمليات التقييم في الشركة. وفي الختام نجدد الشكر والتقدير للاستضافة.